لو اتعرض عليك ربع الفلوس هتيجي جارية. ده رد جريء من تركي الشيخ على الناس اللي بتقول إن السعوديين اشترت الفنانين ولاعبين الكرة بفلوسها اللي ملهاش آخر، علشان كده قدرت تعمل حفلات خيالية لأنها ببساطة معها تدفع لأي حد. هل ده صحيح؟ طيب تركي الشيخ رد على عمرو أديب وقال له إيه؟ وليه دولة زي السعودية تدفع مليارات الدولارات في الحفلات والماتشات؟ وأخيراً بقى، إيه المفاجأة اللي هتحصل في السعودية والبطل فيها محمد صلاح؟ أنا أير وليلي، كمل معايا الفيديو للآخر عشان تعرف كل التفاصيل. الفترة اللي فاتت السعودية مش مخلية وعمالة تعمل صفقات في كل المجالات الترفيهية السياحية، وتشتري لعيبة عالميين، تجيب فنانين وتعمل حفلات ملهاش أول من آخر. وحسب تقرير لموقع الشارع، فأندية الدوري السعودي ضخت مئات الملايين علشان تعزز صفوفها بلاعبين جدد استعدادا للبطولة، من فريق الاتحاد واللي عمل لوحده عقود ورواتب ب 471 مليون دولار، أما نادي النصر فعمل تعاقدات كبيرة جدا، اشترى عقود ب 420 مليون دولار، أما نادي الهلال فصرف 300 مليون دولار على شراء عقود لاعبين جدد، يعني كده حوالي مليار و191 مليون دولار، بالمصري ممكن يبقوا 37 مليار جنيه. ده اللي خلى الإعلامي عمرو أديب يسأل تركي الشيخ رئيس هيئة الترفيه عن تفاصيل شراء لاعبين أجانب وفنانين. قال أديب عبر برنامج الحكاية المذاع على ام بي سي مصر: الناس بتقول انتوا بتشتروا لعيبة كرة وفنانين وإعلاميين وبتشتروا كل حاجة، لكن رد رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي الشيخ على سؤال الإعلامي المصري عمرو أديب كان جريء شوية. كان واضح انه معترض على السؤال نفسه، وقال بالنص: ما ترخصوش الناس وتحسسوهم بأنهم سلعة تباع وتشترى، لكن أكيد أن الإنسان قبل كل شيء وقبل الفلوس هي جزء مهم من المعادلة. ده كمان وجه كلامه للناس وقال: لو اتعرض عليك ربع الفلوس هتيجي. مش بس كده، تركي الشيخ دفع بشكل كبير عن المملكة العربية السعودية، وقال إنه بالنسبة لكرة القدم فالأفضل لشرح الموضوع ده هو الأمير عبد العزيز وزير الرياضة، وأفضل دوريات العالم بتحرص إنها تكون على أعلى مستوى لجودة حياة مواطنيها وجذب سياحها. قال: إحنا ما سمعناش الأصوات دي مع الصين ولا أمريكا ولا الدوري الإنجليزي اللي كان ضعيف في التسعينات، ده قبل دخول مستثمرين خليجيين وغيرهم، ودلوقتي بقى قوي. قال: هو إحنا ليه بنسمع الأصوات في المملكة؟ وبعدين تواجد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار وساديو ماني في دوري واحد يعد فخر للمواطن السعودي والعربي ورفع جودة الحياة. مش بس كده، دول كمان بينقلوا الصورة الصحيحة عن المملكة وبيدافعوا عنها. كمان قال إن التعاقد مع لاعبين من مستوى عالي زي كريستيانو رونالدو بنزيما ونيمار بيعزز الصورة الإيجابية للمملكة في العالم، وكمان بيساهم في نمو السياحة بالدرجة الأولى. أما بقى قصة شراء الفنانين فتركي الشيخ أنكر تماما وقال: هو مين هم الفنانين اللي اشتريناهم؟ خلال 4 سنين استفدنا ايه غير المحتوى واسعاد الزوار؟ ده كمان قال عمرو اديب: انت مجتهد وشاطر، لكن جزء من نجاحك وتاريخك صناعه سعوديه. اديب رد عليه وقال: انا هي الفخره. طيب هي ايه المفاجاه اللي كشفها تركي الشيخ بخصوص محمد صلاح؟ رئيس هيئه الترفيه بالمملكه العربيه السعوديه قال ان في مفاجات كتير هتحصل في موسم الرياض في نسخته الجايه، وقال للجمهور: انتظروا حوارات عديده مع النجوم من بينهم محمد صلاح ورونالدو. وبالمناسبه هو وضح ان رونالدو هيكون واحد من سفراء موسم الرياض برفقه الفنان احمد عز. انتم بقى ايه رايكم في اللي بتعمله الفتره دي السعوديه؟ شاركوني برايكم في التعليقات.